السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم فاجر بلوس منتديات متخصصة في الدراجات النارية المستعملة والسيارات المستعملة في الجزائر. في هذا الفيديو نرى اليوم جبنا لكم قائمة من السيارات القاضية، وطبعا مع رقم رواتب مرفقة. سيارات ممتازة، الأسعار تبدأ من 8 مليون وإلى 191 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم من تضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تنبيه عن كل فيديو جديد. وبدون طلع عليكم متابعينا، نبدأ في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو اليوم، فابقوا معنا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في فيديو اليوم، وهي شانغان بيني ميني أني 2014. محركات شانغان إيسونس، قدرة المحرك 1.068 حصان، لابوت فيتاس مانويل. هذا الطوموبيل ماشية 190 ألف كيلومتر. لون السيارة غري أرجون ولاكات غريز صافية. الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية سطيف، وسعر الشانغان بيني ميني هو 80 مليون بري فيكسي. السيارة فيها صبيغة فليبر شوك ونكرة صغيرة في البسينة، ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة. محرك السيارة في حالة جيدة، والسسبونس تاع الطوموبيل جيدة. السيارة الثانية فاو في دو اني 2015. محركات الفاو ايسونس، قدرة المحرك 1.3 ام تي دي ال اكس، لابوت فيتاس مانويل. السيارة ماشية 135 الف كيلومتر. لاكات غريز صافية، والطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من السودانية ولاية الجزائر العاصمة، وسعر الفاو في دو هو 95 مليون بري فيكسين. السيارة ما فيها صبيغة. محرك الطوموبيل في حالة جيدة، لا سوسبونس تاع السيارة جيدة، والطوموبيل نقية. السيارة الثالثة كيا كارينس اني 2009. الطوموبيل بريك فاميليال، محرك السيارة ديازل، قدرة المحرك 2.0 سي ار دي 140 حصان، لابوت فيتاس مانويل. الطوموبيل ماشي 191 الف كيلومتر. لون السيارة غريماني طوبا ولاكات غريز صافية. الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من عندنا جا ولاية الجزائر العاصمة، وسعر الكيا كارينس هو 110 ملايين. هل بري راه نيكوسيابل؟ اي بامكانكم تجيبوا الطوموبيل مبلغ اقل. صاحب السيارة يكولي براز. محرك الطوموبيل في حالة جيدة، لا سوسبونس تاع السيارة 10 على 10. الطوموبيل فيها البابارير مركب وراكور في الارير، ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة. السيارة الرابعة بيجو 208 اكسس سنة 2013. محركة السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.2 في تي 82 حصان، لابوت فيتاس مانويل. السيارة ماشية 200 ميل كيلومتر. لاكات غريز صافية، والطوموبيل توتوبسيون. صاحبة السيارة من ولاية قسنطينة، وسعر البيجو 208 اكسس هو 128 مليون بري فيكسي. محرك السيارة 10 على 10، لا سوسبونس تاع الطوموبيل 10 على 10. السيارة فيها الكابو مصبوغ، ما عدا ذلك الطوموبيل نقية. السيارة رقم 5 داسيا سانديرو اني 2013. محركة داسيا إيسونس، قدرة المحرك 1.2 سازوي 75 حصان، لابوت فيتاس مانويل. السيارة ماشية 138 ألف كيلومتر. لاكات غريز صافية، والطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية بازا، رام سامو في داسيا سانديرو 161 مليون. محرك الطوموبيل امبيكابل، لا سوسبونس تاع السيارة جيدة، وهاد سانديرو نقية ما فيها صبيغة. السيارة السادسة بيجو بارتنر فو اني 2013. هاد السيارة كوميرسيال، المحرك ديازل، قدرة المحرك 1.6 اش دي 90 حصان، لابوت فيتاس مانويل. السيارة ماشية 180 ألف كيلومتر. لاكات غريز صافية، أوتوموبيل توتوبسيون. صاحبة السيارة من البوليدة، رامسا موفيل بيجو باتنر فو 171 مليون. مول طوموبيل يقبل يبرز. السيارة فيها امتيرا كورتا 20 سنتيمتر في لوباد كاس كوتي باساجي، ما عدا ذلك الطوموبيل نقية. محرك السيارة امبيكابل، ولا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة.
السيارة السابعة رونو سيمبول إكستريم من 2015، محركات السيارة إيسونس، قدرة المحرك 1.6 أمبي 80 حصان، لابود فيتاس مانويل، السيارة ماشية 65,000 كيلومتر، لانطوموبيل غري أرجون ولاكات غريز صافية. هاد السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل مزيغو ديوس في ولاية كاسانتينا راه مساهمو في هاد رونو سيمبول إكستريم 191 مليون، والسيارة يقبل بالرز. محرك الطوموبيل 10/10، لا سوسبونسيو تاع السيارة 10/10، وهاد سيمبول كيا ما فيهاش بها الطوموبيل بريمير مان. هادي نكونو كملنا معاكم كامل السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنساو ديرو جيم الفيديو ودير بارطاج، شارك كامل الهواتف تاع صحاب هذه السيارات راهي في صندوق الوصف أسفل الفيديو. قوموا بالضغط على هذا المزيد على عنوان الفيديو في إدارة أمامكم صندوق الوصف في أرقام الهواتف. ونلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى حول السيارات وكازو في الجزائر، والسلام عليكم ورحمة الله.